الوقفه دعا لها الشباب، علينا انه احنا نوقف مع العيلتين، علينا احنا اليوم نكون صوت الشباب، انه ما بنفع انه الشرطه تسوي شو بدها وما حدا يحاسبها. الشرطه عارفه حالها انه هي سوت غلط، عليها تبين الحقيقه، لانه دم العربي مش رخيص، مش انه خلص بنساوي حادث بنقتل الناس وبعدين يتغطى كل شيء. احنا بدنا نلاحق الشيء قانونيا، الشيء راح نلاحقه اكيد 100%، بس الشرطه لازم هي تكشف الحقيقه من عندها عشان يكون عندها شفافيه، مش زي دائما تزت الشيء على غيرها. واحنا راح نلاحق الشيء قانونيا حتى يبين الحقيقه، لانه الدم العربي مش رخيص. احنا مش مأمنين بالتحقيق اللي رح ينفتح بأي مؤسسة في الدولة، احنا مأمنين بحقنا انه مش رح يضيع بينا وبين حالنا. احنا عارفين بالضبط الصيرة، القصة اللي صارت، احنا عارفين بالضبط انه احمد ما عندش شيء مثل ما هن ادعوا. احنا عم نعرف كتير منيح انه مات غدر، مات بسبب خبطة الشرطة اللي خبطت فيه بدون اي ذنب، بدون ما بيعمل اي شيء. احنا بنعرف كتير منيح من احمد، واحنا مأمنين بقصتنا وبروايتنا. مهما تحاول الشرطة تغير بالرواية، الرواية واضحة مثل عين الشمس، عشان هيك كل الناس تعاطفت معنا مع قصتنا مع روايتنا. وهذا اللي عندي احكيه، يعني مهما يخترعوا قصص، مهما يجربوا يلاقوا روايات كلها خاطئة وكاذبة. فيش اشي بكهر وبذل صراحة اكتر من اللي بصير معنا. اخر محادثة كانت بيننا، هو كان متجه عم بحضر حاله لتعليم ب 31 الشهر، كان مفروض يفوت تعليم. كمل موضوع اخوه، هو كان مبلش هندسة ديكار، كمل موضوع اخوه لهندسة معمارية عشان يكمل مصير اخوه، سبيل اخوه اللي انقتل، بكمل سبيله بالتعليم وتعلم هندسة. سجلنا، راح اساس يحكي على الهندسة. كان المفروض يبلش بواحد 31 الشهر، كان ناوي يطلع زي استراحة قبل التعليم اللي هو يتريح فيها عشان يفوت جاهز بنفسية منيحة بعد كل الضغوطات اللي مرق فيها هاي السنة على التعليم. بروح بيطلع يوصل صاحبه، برجعش لعنا، ولا الأمال تحطمت، كل شيء احنا عنا تحطم. احنا مش رح نسكت، واحنا بدنا حقنا. أول إشي بدنا نبلش نحكي عن رامي فخور اللي هو انقتل ب 11/6/2014، وبرضه نفس قضيتنا اللي هو انقتل أحمد ابن عمي بتاريخ 14/10/2022، وانقتل برضه رامي كمال فخور بنفس الطريقة من قبل شرطة إسرائيل، لأنه فيش أي سبب يعني إنه يقتلوا شباب عمر الوردة، شاب عمره 20 سنة انقتل لأنه مش عامل أي ذنب، ولا أي ذنب بالموضوع، يعني إنه طالع على دراجته ساعة متأخرة، وهذا مش ذنب عامله طول ما هو معه رخص. ونفس الإشي رامي ما كانش مركب أي ذنب، بس لأنه البوليس شك فيه، لأنه شك فيه بإنه عامل شغلة راح دغري قتله. لو أنت احنا بدنا نضل نسكت عن هذا الإشي، دمنا مش رخيص ورامي مش رخيص عندي. يعني رامي كان شاب كتير قريب إلنا، وبرضه أحمد كان شاب كتير قريب إلنا، بس يعني بنفعش احنا نضلنا نسكت عن هذا الإشي، ولازم برضه نطلع دائما احتجاجات عشان نفرج الشرطة غلطها، لأنه هذا الإشي اللي هي بتعمله كتير غلط. لما احنا بموتوا أعز ما علينا، ايش يعني ايش ضل ايش نعمله لما الشرطة قاعدة تقتل شبابنا كل دم بارد، واحنا قاعدين ببيوتنا وفيش اشي نقدر نعمل لها اياه، يعني ولا اشي بنقدر نعمل. كل شيء بنقدر نعمله انه هو نطلع احتجاج مظاهرة مش اكتر، ونحكي اللي بقلبنا مش اكتر، اما الشرطة ولا ايش صاير عليها.